في 11 من شهر شتنبر سنة 1930 انطلقت العائلة الصغيرة مغادرة وادي ماسا في اتجاه الجنوب. كان ميشيل يعلم بأن المناطق التي يتوجه إليها خطرة على حياته، يتحققون أولا من هويته ونواياه، لكنه لن ينجو أبدا. أيام الاستعمار لا يمكن لأجنبي أن يمر عبر هذه المناطق دون أن يقتل. بعد 3 أيام من المشي يصل ميشيل فيوشانج إلى الأخصاص، إحدى مناطق نفوذ القيد المدني. بعد أن قضى بها ميشيل ليلة واحدة وصل إلى قرية تاجانت. الحضور القوي للقيد المدني بها لم يمنع القافلة من المرور دون أن يشعر بها أحد. لم يكن ميشيل فيوشانج يعلم كم من الوقت سيستغرق للوصول إلى السمارة، إلا أن عزمه الشديد وميوله لرفع التحدي والمغامرة ساعداه على طي مسافات طويلة محفوفة بالمخاطر. ويوما بعد يوم تكبر حيرة ميشيل ويزداد قلقه خوفا من أفول شمس السمارة قبل الوصول إليها. ظللت أراقب بكثير من الشوق ظهور منفذ وسط الجبال، ولكنني كنت دائما أرى قمة جبلية وراء قمة أخرى. أحيانا يخيل إلي أن ارتفاع بعض القمم يأخذ في الانخفاض، فأعيش على أمل ظهور سهل أو منخفض، ولمرات عديدة أصاب بخيبة الأمل. وأخيرا بعد آخر خاصرة جبل ارتمت أعيننا في الحضن الشاسع لحوض وادي نون. أثناء نزولي كان هواء المنطقة المنعش يصفع وجهي، كنت أمشي بلثام أقل إحكاما. وادي نون، كم كنت وكم أنا سعيد بلقياك. بعد أن اجتاز ميشيل ومجموعته بلدة أيت بوفول عبروا ممرا جبليا ليصلوا إلى هضبة مفتوحة على الحوض الشاسع لوادي نون الذي تجتمع العديد من الأودية الصغيرة والمتفرعة مكونة رافدا مهما من روافده. يمتد هذا الحوض من مدينة بوزاكارن إلى جنوب مدينة غولميم. كان ميشيل يعتقد في مذكراته أنه أول أوروبي يجتاز تلك المنطقة. كان محقا شيئا ما، إذ قليل جدا هم الأشخاص الذين وصلوا في ذلك الوقت إلى بلاد وادي نون. تواجد سلسلة جبلية تطوق المساحات المشكلة لحوض وادي نون أدى إلى خلق العديد من المجاري المائية مكونة فروع وادي نون. يمتد الحوض من مؤخرة جبال الأطلس الصغير في الشمال والشرق إلى حدود وادي درعا جنوبا على مساحة تبلغ 7000 كيلومتر مربع.
وتتميز هذه المرتفعات الجبلية التي تنتمي إلى العصر الجيولوجي الأول بكونها المصدر الأساس لتزويد وادي نون بالمياه عبر أخاديدها المتعددة. فيما مضى لم تكن هذه الأراضي الشاسعة قاحلة وجافة كما تبدو لنا الآن، حيث كانت عبارة عن غابات خضراء وأراضي معشوشبة استقطبت العديد من الشعوب والحضارات، تركت بصماتها منقوشة على الحجارة. يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الاستيطان البشري بهذه المناطق يعود تاريخه إلى العصر الحجري، معتمدين في ذلك على عدد من النقوش الصخرية لحيوانات منقرضة. لا تزال بعض هذه التحف الحجرية ظاهرة للعيان، إلا أن أغلبها بدأ ينمحي شيئا فشيئا، لأن الاهتمام بها كوثيقة تاريخية لم يثر انتباه أي باحث أو مهتم. غير بعيد عن موقع الأحجار المنقوشة وعلى مشارف واد صياد، تنتشر مقابر جماعية تؤكد استيطان شعوب منذ أزمنة ما قبل الإسلام بهذه المناطق. تشكل هذه القبور القديمة بجانب الأحجار المنقوشة محطات غنية بمعلومات تستوجب على المهتمين لحظة توقف من أجل استخراج حقائق يمكنها أن تؤسس لحقبة تاريخية ظلت إلى الآن مجهولة. هو تاريخ قديم فاش كانت الطائفه ديالنا ما كان غير دايره 60 كديروا تريم يخلع. فيما يخص التاريخ القديم للمنطقة، فقد وجد سكان فاسك بقايا بناية قديمة تسمى محليا بأجادير وتريم، وجدوها ركاما وخرابا، ولم يجدوا أي أثر يدلهم على سكان تلك البناية ما عدا مقبرتهم التي حفظت عظام هياكلهم. كل شيء فوق هذا الأديم يحمل دلالة تاريخية قديمة، وما تزال بقايا آثار العظام ومجموعة من أواني الفخار وكذلك بعض القطع من الجير الأبيض شاهدة على تواجد استقرار بشري يجهل تاريخه. إلا أن اكتشاف بعض القطع المعدنية القديمة المرجح أنها قطع نقدية ساهم في نفض الغبار عن تلك الحقبة التاريخية الغابرة. في نهاية الستينيات وبمنطقة أقاب الجنوب الغربي لمدينة طاطا جنوب المغرب، وجد الباحث الفرنسي برنار روزنبرغ قطعة نقدية مشابهة لهذه، وصفها بكونها ذات شكل مربع من حجم صغير وسمك ضعيف، وهي من صنف قراط ينتمي إلى عصر المارينيين. مهما يكن أصل هؤلاء وتاريخهم، فإنهم تركوا وراءهم سمات تدل على عبقريتهم واستغلالهم المحكم للعديد من موارد الطبيعة كالمياه. الركام القابع هنا كان سدا منيعا شيده القدامى بواد صياد. يحكي السكان المحليون أن أجدادهم وجدوه على هذه الحالة، ولم يزودوهم بأية معلومات سوى ذكرهم بأن اسمه يحمل أكثر من دلالة، سد قارون.
ولعل جل الآثار التاريخية التي لم تحظ بما يكفي من الاهتمام ستظل كاتمة لأسرارها إلى أن يصيبها التلف، كما حدث لمجموعة من الدلائل الأثرية عبر العالم. في 17 من شهر شتنبر سنة 1930 يكون قد مر أسبوع على سفر ميشيل فيوشونج عبر طريق جبلية بمنحدراتها الصخرية وشمسها اللافحة. كان مرهقا أثناء مغادرته تاغانت متجها نحو بلدة فاسك. إذن سوف يذهبون من تاغانت، لن يمروا عبر غولميم وسوف يتجهون مباشرة نحو الجنوب. ما تزال طريق غير معبدة تقود من تاغانت إلى فاسك. بعد تجاوزهم للجبل سيمرون بجانب ما اعتقده ميشيل ضريحا، إلا أن الأمر يتعلق ببلدة صغيرة. هناك سيسمع الأذان وسيصف في مذكراته ما سمع من ابتهالات. لا يزال المكان موجودا، وهو عبارة عن قرية صغيرة يوجد بها مسجد مهجور تحول إلى ركام منبوذ، وربما يكون هو مصدر الأذان الذي هز مشاعر ميشيل. فضول ميشيل فيوشونج دفعه للتوقف قصد الإصغاء بانتشاء إلى الأصوات الرخيمة لحفظة القرآن الكريم المنبعثة من هذا المكان الذي اشتهر باسم الحاج كروم والمتواجد في الطريق المؤدية إلى قرية فاسك. لم يعد أحد يسكن هذه المنطقة، هاجر الجميع تاركين هذا الكهف محجا تأتي إليه النساء قصد الزيارة كلما عدمن وسيلة أنجع للعلاج. جرت العادة أن تبيت الزائرات ليلة في المغارة، لذلك يحملن معهن قربانا مدفوعات بالرغبة في الشفاء العاجل. تحكي نساء المنطقة بكثير من التصديق عن شفاء العديد من الزائرات، لم ينفع مع علاجهن دواء الأطباء ليزول داؤهن بقدرة قادر أو بسبب حدوث معجزة خارقة. تروي الأساطير المحلية أنه أثناء الليل ووسط الظلام الدامس تنفذ إلى مسامع الزائرات أصوات لوقع حوافر الجياد، فيشعرن باهتزاز الأرض من تحتهن
وربما يكون هذا هو السبب الذي يدفع كل زائرة إلى جلب صفيحة حديدية. رغم أن ميشيل قد سحر بسماع تلك الأصوات الروحانية، إلا أنه لم يكن مسموحا له بالابتعاد عن القافلة ولا بالذهاب بمفرده إلى أماكن ولو كانت قريبة. بمرور ميشيل بالقرب من فاسك يكون قد دخل إلى أراضي قبيلة أيت حماد. رغم موقع المنطقة المنفتح على المناخ الصحراوي، إلا أنها حافظت على غطاء نباتي مهم مشكل أساساً من أشجار النخيل والزيتون، واحة مهمة تحدها من الشمال جماعتي أبينو وتاجانت، ومن الشرق جماعتي تيمولاي وتغجيجت، ومن الجنوب جماعة تيغليت، وأخيراً جماعة أسرير من الغرب. قلة المصادر بل انعدامها حول أصول قبيلة أيت حماد يجعل من الروايات المتوارثة الحل الأنسب للنبش في الذاكرة القديمة لسكان القبيلة. حسب ما سمعنا من الأجداد فإن بلاد قبيلة أيت حماد هناك في التوات، ومن تم أصلهم، ولكن قدماءهم كانوا أشقياء لكونهم يتعاركون، لذلك أخرجوا من التوات فلجأوا إلى تغجيجت واستقروا بها مدة. آنذاك كان أحد السكان المحليين مصابا بالحمق، كان يعترض طريق الفتيات ويحدث أعطابا بقربهن الجلدية كلما سقينا الماء. كان هذا الشخص المصاب بالجنون ينتمي إلى قبيلة أيت حماد، بينما تنتمي الفتيات إلى قبيلة أيت إبراهيم، فأخذ شوكة وبدأ يثقب القرب الجلدية المملوءة بالماء. اشتكت الفتيات مرات عديدة وضاق صبر الرجال، فقدم أهل أيت إبراهيم يوما ستتكرر فيه نفس الحادثة، فوجدوا ذلك المجنون لا يزال مستمرا في شططه، فرماه واحد منهم فأرداه قتيلا. بدأ الندم والبكاء، فتلاه العراك واختلطت الأسلحة مع دوي البارود. كان ذاك هو سبب خروجهم من تغجيجت، تاركين وراءهم العديد من الأراضي والبساتين. فرحل أيت حماد واستوطنوا بأرض توجد تحت فسك، وكانت تلك المنطقة تدعى بمعدن البور. لم يكن هناك سوى أشجار السدر فاستقروا هناك. كم كان عددهم؟ ألف خيمة. كانوا 1000 خيمة، كل أسرة لها ممتلكات من الماشية والإبل، فطرح مشكل الحاجة إلى مزيد من الأرض قصد الرعي.
تحكي الرواية أنه بعدما تكاثرت قبيلة أيت حماد، طلب أعيانها من سيد المنطقة وصاحب القرار بها القائد بودميعة ابن الشيخ أحمد موسى مؤسس الزاوية السملالية المزيد من المساحات الأرضية قصد الاستقرار والرعي، فلبى القائد طلبهم مشترطا عليهم أن يعودوا إليه بمئة من الخيول ومئة من الأكباش ومئة من العبيد. بعد مرور يومين عادوا إليه ممتطين مئة خيل محملة بمئة كبش، معتبرين أنفسهم عبيد القائد بودميعة. آنذاك كلف القائد بودميعة واحدا من مساعديه بمرافقة أحد ممثلي هؤلاء الفرسان للمضي معا في جولة. كان مساعد القائد يمتطي فرسا بينما كان ممثل أيت حماد على ظهر بغلة، وأخبرهم القائد بأن الأراضي التي سوف يتم عبورها منذ تلك الساعة حتى غروب الشمس ستصبح في ملكهم، فانطلق نحو إرويل ثم أمسمردان منحرفين نحو تاغانت مارين بطبلاضينونجا، وأخيرا وصل إلى إيمين ووكرت. كل هذا وقع في يوم واحد، فسلمهم بودميعة الأرض وانصرفوا مطمئنين. كان لواد صياد الذي يعبر المنطقة من جهة الشرق دور كبير في استقرار السكان بتزويده لسهل تفليت بالماء، وقد قيل إن هذا الواد كان في وقت سابق دائم الجريان تنتشر بضفافه حقول كثيفة. كما شكل تواجد العيون بفاسك عاملا مهما للاستيطان، ذلك أن المنطقة عرفت عينين غزيرتين جفت إحداهما ولا تزال الأخرى تزود السكان بالماء عبر ساقية غير مغطاة وعلى مسافة حوالي 3 كيلومترات، مما يعرض صبيبها للانخفاض بسبب تبخر الماء وتوالي فترات الجفاف. معيشتنا من قبل كانت ترتكز على الحث والكسب. كل ما أتذكره أن جميع هذه المناطق وكذلك أتبع عمران وغيرها كانت تعرف تكاثر الأمطار، لم نعرف قط ما هو الجفاف. كانت الزراعة آنذاك تقتصر على الشعير ونادرا ما يزرع القمح، وتعاطى الناس لكسب الماشية كالمعز والأغنام والإبل والبقر والخيول، وكانوا ينعمون بالطيب ورغد العيش. لا شك أن وفرة المياه وتربة السهول الخصبة قد لعبت دورا في لجوء الرحل واستقرارهم بهذه المناطق، كما حدث للعروسيين الذين كانوا يعيشون على الترحال متنقلين من مدينة السمارة عبر الأراضي الصحراوية بحثا عن الماء ووفرة الكلاء، فوجدوا ضالتهم بسهول حوض وادي نون واستقروا بفاسك. العروسيين كان سيدي الساقية الحمراء، كان سيدي السمارة. أجدادنا ينتمون إلى الساقية الحمراء، أتوا من السمارة متجهين نحو فاسك. قال عروسيين، نحن عروسيون، أجدادنا كانوا رحلا. بسبب سرقة تعرضت لها ماشية أيت حماد من طرف بعض قطاع الطرق، استطاع العروسيون التعرف على ماشية أيت حماد المسروقة، فاعترضوا طريق اللصوص وافتدوها ثم أعادوها إلى أصحابها. وبعد استرجاع حيواناتهم لجأ أيت حماد إلى بناء هذه الزاوية لمكافأة العروسيين، فسلموا لهم مفاتيحها ثم سكن بها أجدادنا وأتى دورنا من بعدهم. دامت العلاقة الطيبة بين أيت حماد والعروسيين إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا كانت تسكن هنا حوالي 12 أسرة كلهم من العروسيين. كنا نعيش هنا بخير إلى حدود سنة 1985 حيث أتت الفيضانات فاكتسحت المياه هذه الزاوية وسببت في انهيارها، فبقيت على حالها لكوننا لا نستطيع إصلاحها. المياه هي التي هدمتها. بعد فيضان وادي بوغزرو تسللت المياه من المنافذ واجتمعت بالفناء فانهارت جدران الغرف. بعد ذلك أحضرنا جرافة وجمعنا هذه الأتربة على أساس أن نجد من يساعدنا على إعادة الترميم والبناء.
وكما استقطبت الصحراء العديد من القوافل التجارية والعسكرية، كذلك شغلت رجال الدين الذين كانوا يتنقلون من أجل نشر الدعوة وتأسيس الزوايا. ولا تكاد تخلو مدينة من المدن الصحراوية من حضور أكثر من زاوية أو ضريح، كما هو الشأن بالنسبة لفاسك حيث يوجد ضريح مولاي علي الشريف. مع بداية القرن التاسع عشر رحل مولاي علي الشريف المنحدر من سلالة مولاي علي الشريف العلوي المدفون بالرصان إلى بلدة فاسك قادما من تافيلالت، فعاش بين ظهراني قبيلة أيت حماد حتى وافته المنية. سنة 1825 قدم مولاي علي الشريف عند قبيلة أيت حماد فأكرمته ببناء زاوية، وبقي الخير يطبع العلاقة المتبادلة بين الشريف والقبيلة. ودامت هذه العلاقة الطيبة منذ عهد مولاي علي الشريف، تلاه بعد ذلك عهد مولاي عمار ثم عهد مولاي الذهبي إلى عهدنا اليوم. عهد مولاي الذهبي عهد مولاي عمار الشخصات اللي سيكي ساوي. دور الزاوية كزاوية محترمة للكرم والخير. دور هذه الزاوية المحترمة يتجلى في تهذيب النفس وتطبيعها على الكرم وفعل الخير. تسهر قبيلة أيت حماد على العناية بالزاوية واحترامها، تمدها بجميع اللوازم الضرورية وكذلك ببعض الهدايا. هذه الزاوية هي بمثابة معلمة دينية هنا بفاسك، يحج إليها العديد من الزوار من جميع القبائل، كما أنها تمثل مكانا محترما تجتمع فيه قبيلة أيت حماد من أجل فعل الخير وعقد اجتماعات لفك النزاعات، ويقوم الشرفاء بالتوسط من أجل الوصول إلى الصلح بين المتخاصمين، وهذا منذ عهد مولاي علي الشريف إلى يومنا هذا. تختلف العناصر البشرية المكونة للمجتمع الحمادي، فبالإضافة إلى الحماديين الأصليين تتواجد عناصر كلها انضمت للقبيلة منذ زمن بعيد، واليوم ما تزال هذه الفئات من المجتمع تتصارع لتحقيق انسجام داخل النسيج الاجتماعي الحمادي، خاصة الأطفال الصغار أمام قلة مرافق تلبي حاجياتهم التعليمية والترفيهية. إلا أن بعض المبادرات الشخصية تحاول سد هذا الفراغ. البتول شابة في ريعان شبابها، دفعها حبها للأطفال الصغار وميولها للتعليم إلى إنشاء روض متواضع، رغم أنها لم تستطع إتمام تعليمها بسبب ظروف قد يتعرض لها مثيلاتها في جميع القرى. وانا جوري السنين نايت دستما سكو اللغة أقرأ ونجح سكو سختاري. بعد رسوبي في المدرسة لاحظ أبي حزني بسبب انفصالي عن التعليم، فاقترح علي هذه الفكرة ومدني بجميع المساعدات. قمت بتهيئ الطاولات وتأثيث الروض، وبدأ الأطفال الصغار يقبلون الواحد تلو الآخر. أدرس الأطفال الصغار اللغتين معا، العربية والأمازيغية التي هي لغتنا المحلية ويجب تدريسها للصغار للحفاظ عليها. الصعوبات مطروحة بشدة، هناك احتياجات إلى الطاولات والمقاعد، وأرجو من الوزارة المسؤولة أن تساعدنا.
هيأت قسمي بمفردي، الطاولات، المقاعد، قمت بكل شيء لوحدي. نحن في أمس الحاجة إلى مساعدة مادية. الأطفال الذين لا يستطيعون تأدية الثمن الرمزي محرومون من التعليم، ووحدهم الميسورون نسبياً يتعلمون. لا حضارة ولا نمو إلا بتربية وتعليم الأجيال الصاعدة، ومن يدري، فربما تكون البتول وراء تهيئ جيل من الناشئة قد يصبح من بينهم مفكر أو فنان، طبيب أو رحالة سيعيد الحياة إلى هذه الربوع التي أقصاها التاريخ.